السؤال الجديد بيقول انت بتعتني بطقم الاسنان لمريض، المفروض ان انا هقول للمريض ياخد باله منه بنفسه، ولا هحطه في مية سخنة، ولا هشيله قبل العمليات الجراحية؟ الصراحة انا كتبت اخترت ان انا هشيله قبل العمليات الجراحية. وجالي سؤال، المفروض ان انا بسحب عينة المريض، عينة يورين المريض مركب قسطرة، المفروض ان انا بسحبها من جمع البول، ولا بسحبها من اللي هي الحتة اللي هي بتبقى خارجة فيها الوحيدة دي اللي هي بنثبت منها، ولا من الناحية اللي جنبها من الناحية التانية؟ بس هم كانوا قايلين اسمها، بس الصراحة ناسي اسمها، بس انا بسن اخترت اللي هو بسن الابرة، ان اسحبها من الحتة اللي هي التانية دي. اللي هو الصور جايب لي الرجل اللي هي اللي فيها الشرايح، وجايب لي كوباية كده فيها سائل، المفروض ان انا بختارها بوحدة قياس ايه، الاوز ولا الملي؟ واخترتها الاوز، وكان جايب لي حرق من الدرجة الاولى، بيقول لي ديت من علامات الحرق ده ان هو بيبقى ريدل، وكان جايب لي اللي هي بتاعة الاحمرار اسفل الظهر، بيقول لي انا بحط المريض ده في انهي وضع، كان جايب لي الايد اللي هي بتاعة اكستنشن، وكانوا جايبين لي صورة الباص، بيقول لي الجهاز ده بيستخدم لقياس ايه، فقلت له هو الاوكسجين ساتوريشن. الغرف كان جايب لي مريض شلل الرعاش، اللي هو مش عارف وهو ماشي مش عارف يرفع رجله من على الارض، وكان جايب لي الغرفة بتاعت مالتي بيل سكلوريزس، المفروض انهي غرفة ان انا اللي انا ارتديت فيها الواقيات الشخصية صح، اللي هي ديت، كان جايب لي ان هو وير الماسك. الأسئلة كان جايب لي بقى السؤال بتاع العلامات بتاعة المعمل اللي هي البيولوجيكال هازارد ويست، وكان جايب لي اما بنيجي نرمي الإبرة ما بنقفلهاش، دونت كلوز ذا نيدل اند بوت ان شارب كونتينر، وكان جايب لي بتاعة الماسكات اللي هي الصغيرة، المفروض ان انا بعمل بقى تقرير علشان ما يحصلش في المستقبل. بعد كده كان جايب لي ايه اللي بيستخدم في غرفة العظام علشان نشوف بتاعة الأوتار والمفاصل والكلام ده، اللي هو بتاع الريفلكس هامر، كان جايب لي بتاعة الديسك اوف البون تيشو اللي هي اوستيونكروزيس، كان جايب لي اللي هي الأنيميا بتاعة بي 12 دي اللي هي البرينكياس، كان جايب لي الهرم الغذائي بتاع الشاب اللي هو عنده 16 سنة، واللي هو بتاع البيض واللحوم والبقوليات، كان جايب لي بتاعة نيترات الصوديوم، المفروض ان هي تكون في عينة لونها ايه اللي هي بلو. السؤال بتاع الووكر بيمشي ازاي، اللي هو وبعدين الووكر، وبعد الرجل المصابة وبعدين الرجل الغير مصابة، وبتاع السؤال بتاع الأشعة اللي المفروض تتعمل بالليل وما اتعملتش، اقول للمريض ان دي الامور دي بتحصل، كان جايب لي بتاع التحاليل اللي اتأخرت، كان جايب لي وضع السي اس اف، كان جايب لي الام اللي بتغير الحفاض والتقليم، كان جايب لي المريض اللي وزنه زاد، وهزود وانا بقيس له الضغط، هزود الحجم بتاع الكف، مريض هو بياكل سمان صوت الحصان اللي هي بتاعت اسبيريشن نمونيا، وانا باكل المريض، ببقى قاعده فين، ببقى قاعده جنبه في جنب المريض، وجاب لي لقيت دم على الارض، نقطه دم على الارض، المفروض ان انت هتعمل ايه، هوري البيبي ايه وانضفها، كان جايب لي في زيارة هتيجي للمريض، المفروض ان انا بخلي ايه، بخلي الغرفة بتبقى مترتبة، كان جايب لي السؤال بتاع التيوبر كلوزس، المفروض ان هو بيبقى يعني الايه الاير دروبليت، كان جايب لي السؤال بتاع اللي هو الهيباتيتس بيكون انفلاميشن فين في الليفر، وكان جايب لي السؤال بتاع النحلة بتاعة الانافلاكتيك شوك، كان جايب لي الطفل جاي الاستقبال وهنسحب له في فصل الشتاء، المفروض ان انا هسحب له عينة وكعبه ازرق اعمل له بالبلانكت، كان جايب لي اللي هي بتاعة بوست برانديا المفروض اللي هي افتر ميلز، كان جايب لي بنضف البرونيال من فرونت للباك، كان جايب لي اللي هي الفوميت اللي هي كونتامينيتد جلاس، كان جايب اللي هو بتاعت مريض الكانسر اللي هو بنعتني بالاسنان بتاعته ازاي، بنغسلها بايه، بتبقى بالسوفت بريستل براش، كان جايب لي الكان بتكون في انهي ايد، في الايد القويه تمام، كان جايب لي كمان اللي هي الانسز، كان جايب لي في الاختيارات سيفير فوميتنج، وكان جايب لي دون الدي ان ار اللي هي بتاعت دونت ريزوستيكيشن، كان جايب لي دي واي اس ديفيكولت وبين وباد، كان جايب لي اللي هي الوومن نيفر بين بريجننت اللي هي النال جرافيديا، واللور بارت اوف البادي بتاعت الانفيريور، كان جايب لي الديسفاجيا
الديسفاجيا اللي هي الماجد بوتيتوز، ده بتاعه بيبقى ماجد بوتيتوز، كان جايب لي كمادات العين، بكون من 15 لـ20 دقيقة. كان جايب لي مريض اللي هو في وضع الليسوتومي ومش مستريح فيه، وما كانش جايب الدورسال فاخترت السيمز، وكان جايب لي برضو وضع السيمز صورة، يعني كان صورة حد في وضع السيمز وبيقول لي ده انهي وضع. كان جايب لي مريضة السكر اللي هي في رمضان، وكان جايب لي انا بقلع الجوان امتى اللي هو قبل ما اخرج من الاوضه واغسل ايدي، وكان جايب لي الجبيره بتكون في مستوى اعلى above the heart level. كان جايب لي اللي هو مريض كانسر، وقالوا ما بيسألوش عليه، المفروض ان انا منتين الاي كونتاكت اللي هي الجستشر ديت اللي هي النون فيربال كوميونيكيشن. وكان جايب لي اسئله كتير بقى، كنت بتيل ذا نيرس ان انا بقيس الفيتال ساينز لكذا مريض، المفروض ان انا بعمل ايه في الالات، بعمل لها ديس انفكتد، وكان جايب لي جنب ديس انفكتد دي اسم الماده اللي انا بطهر بيها، بس دي الوحيده اللي كانوا كاتبين فيها ديس انفكتد فاخترتها. والمريض برضو اللي هو كبير في ايه، المفروض ان انا بعمل ايه، ان انا بمنع سقوط الناس الكبيره في السن، ان انا بقبضها ويل ان نسيسري فرنتشر. وكمان كانوا جايبين لي برضو منهم اكتر عرضه للسقوط اللي هما الالدرلي، كان جايب لي السؤال بالصيغتين دول. وبرضه كان جايب لي اللي هو المريض اللي هو قاعد بقاله كذا 4 ايام نايم على السرير، والمفروض ان هو ينزل امشيه، ان انا بقعده في، مش جايبه دانجلين، جايبه ان انا بقعده في قد ايدج اوف البيت شويه. وكان جايب لي اللي هي الاستريال، ان انا باخد عينه استريال يورين، بتكون في استريال كاب، واول حاجه بسحبها في ايه بتبقى ايه اللي هي البلاد كلتشر. والمريض اللي هو وقع في ازيك يا مس دعاء، انا جن...